وكيفاش زدت تطور النشاط تاعك ولا كيفاش تكبر العمل تاعك؟ نسعى الحمد لله على عندي محلين. السلام عليكم، مرحبا بكم. حبت مؤسسة مصغرة حلويات تقليدية وعسل. انت اش محلي 100%؟ السلام عليكم. شوف بس دوزي مرحبا بك. صايي لي بيان دوني. السلام عليكم. جوالي هذا الشكل هذا مال البزاف. هذا صولا قال برد في 2 مينات 40 مليون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يبعث على الطمأنينة والخشوع. أو أقول السادة ممثلو السلطات المدنية والحاملين للمشاريع، زيارتكم كذلك معالي الوزير. التمويل زيارة اليوم جاءت أيضا بمناسبة تنظيم صالون الجهوي للقرض المصغر بمرافقة وتمويل المشاريع المبتكرة مالية في قرض مصغر دون فوائد مواجهة جنوبية، ويسدد الدين في حدود 36 منجزة. مسابقة وطنية للقرض المصغر وصالون وطني للقرض المصغر قصد إعطاء مرئية كبيرة لهؤلاء أصحاب المشاريع. طبعا اليوم الولاية زيارة ولاية معسكر تأتي أيضا للاستماع لأصحاب المشاريع. ولاية معسكر تشهد على غرار عدد من ولايات الوطن ديناميكية مقاولاتية كبيرة، عدد كبير اليوم من الشباب يتجه نحو المقاولاتية لا سيما فئة الشباب والجامعيين. برنامج تمكين الهدف من هذا البرنامج هو المرافقة الجوارية لأصحاب المشاريع. هناك حاليا تقريبا 900 مرافق جواري سيتنقلون على مستوى كل البلديات الوطن، على كل مستوى كل أنحاء الوطن، وذلك للتعريف أكثر بكل ما تقوم به الدولة لفائدة أصحاب المشاريع، كل الفرص المتاحة إليهم من خلال الحصول على القروض، الحصول على حماية حوزات ضريبية، الاستفادة من أجهزة الدولة، وأيضا التكوين في مجال المقاولاتية. فهو برنامج نسعى من خلاله كسر هذا الجدار بين الإدارة وبين المقاول، وتقريب الإدارة أكثر من المقاول عن طريق المرافقة الجوارية.